الإنسان كصحفي يكون مهيئ، يكون مهيئ، وهذا عمل رائع اللي قاموا به هاد الناس. واللي يمكن نقول بأن الجيش عنده تاريخ، تاريخ كبير، وكان عنده جمهور منذ الخمسينات، ولكن هذا الجمهور كان بدون هوية وبدون روح، تاجة لزيوخ العسكري وداروا هذه الهوية وهذه الروح باش تدوز لأقوم منصور تحت الدوم الأكالي سلا تمارا في المسيري قال جرافيتي في الحايس في الشانطي في السطوحة في المنشيتي تلقى ولات هوية لهذه العاصمة ولا جمهور ديال العاصمة وجمهور ديال الجزائر تعرف بهذا الجزيرة. ولكن العاصمة الرباط هي عاصمة المملكة المغربية وانتم دخلتوا تاريخ ديال المملكة المغربية أول أولترا المملكة المغربية لينا من المدن الأخرى صوت، ولكن كان عمل رائع لما كانوا التلفازة لا تقنيين في الصوت لا تقنيين في إذا على هذا عمل بسيط ولكن هو كبير كبير بزاف. علاش؟ لأن كانوا دي ميساج رسائل توجهوا والرسالة اللي خلات توجهات هو ذاك السيد مهدي فاريا اللي كبرنا حنا معاه خلينا عينينا وبغينا الجيش به فاش كان في الفترة ديالو في الثمانينات بغينا الجيش بهذاك السيد. هذاك السيد دابا راه تيتوفى مريض ما داها في تحت مبغيش التفات اخرى من ليزيوترا لان الاداره العسكريه يمكن في شويه بقى نحسب الله يحفظكم. وهذا الميساج راه وصل خاصكم تعرفوا بان الميساج راه وصل للاداره العسكريه ووصل للجمهور في الرباط كامل ووصل للجوار ديال لي فار وكل شيء والله يعاونكم الله يكمل بها. باش تفرج من عندي تفرج لا لا شريف عطيه البطاقه كنشوفوا الشريط والجميل في الشريط هو انه كان حاجه مزيانه وانه كان حديث بالقلب احترام حقيقي الجميل في هذا الشريط هذا هو انه كان حديث بالقلب يعني كنشوفوا شريط فيه احاسيس فيه يعني لقطات نابعه بالصدق من القلب. الجميل في جماهير فريق الجيش الملكي وكنتمنى انها تبقى وما تبقاش تفرقها ما بين الالترات يعني سواء الالترا العسكري او البلاك ارمي فهو الالترا العسكري. كنظن يعني اكيد ان الالترا العسكري من الالترا كتصب فقط في المغرب لان البلاك ارمي حتى هي كتقوم بجهودات كبيره وبالتالي فهاد الالترا العسكري الا زادت توحدوا بجوج وما كانتش التفريقه بيناتهم اكيد ان النتائج غتكون مزيانه وغتكون يعني ننتظروا اشياء جميله. الجميل ايضا في الشريط هو انه كانت فيه جوج نقاط مهمه. النقطه الاولى هي الالتفاته ديال المرحوم هشام الزروالي لاكيد ان يعني ما كتمرش مناسبه والجمهور العسكري يعني بغض النظر سواء كانت جمعيات او الاطراف كيغتنموا اي مناسبه وكيهضر عليها المرحوم هشام الزروالي بالاضافه للختام ديال الشريط اللي كان هو ختام ميز كانت التطرق للمهدي فاريق لاكيد ان جوج الناس عطاو الكثير لفريق الجيش الملكي قدموا خدمات جليله على امتداد السنوات ولكن الاجمل في الامر هو هذه الثقافه ديال الاعتراف ديال الجمهور فريق الجيش ديال الجمهور ديال فريق الجيش الملكي. كنتمنى ان الاطر العسكري والمساندين فريق الجيش الملكي انهم يبقاو غاديين في هذا المسار هذا كاين روح بقوه كاين صداقه كاين تعاون وتنظن ان الاشياء اللي كيقوموا بها في الملعب فهي كتعطي فكره وكتعطي يعني صوره كامله على العقليه وعلى الروح وعلى مدى تعلق الجمهور بالفريق ديالو. الاكيد ان فريق الجيش الملكي هو فريق غني عن التعريف هو حافره ديال كره القدم الوطنيه هو من الثوابت والدعامة الاساسي ديال كره القدم الوطنيه. اي جمهور كيتمنى ان يكون عنده فريق بحال الجيش الملكي لكن اكيد ان فريق الجيش الملكي سعيد عنده جمهور بحجم هذا. Thank you.